السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال البريوش اللي هي سهله، ما كتطلبش شي مجهود، بلا دليك بلا والو. وفي نفس الوقت كيجي البريوش خفيف ورطب. بغيتو تشوفوا التفاصيل كيفاش كنوجدوا كيفاش كنحضروا، بقاو معايا حتى الاخر. بسم الله على بركة الله. غادي نجيب واحد الغرف ديال الطحان. هنا عندي الحليب 350 غرام ديال الحليب دافي، نضيف عليه السكر 100 غرام سكر، سكر فاني سكر فانيلا، نصبقوا السوائل. هنا عندي جوج بيضات وبيض بيض، الاصفر هذا اصفر، هاد الاصفر غادي نخليوه جانبا غادي ندهنو به صافي. وغادي نجيب الدقيق، عندي هنايا واحد جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، 200 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نطبقوه. غادي نضيف واحد الخميرة، واحد المغرفة كبيرة ديال الخبز، خميرة ديال الخبز مغرفة كبيرة، وعندي 100 غرام ديال الزيت نباتي. غادي نطحنو هاد المكونات في الخلاط واحد 6 دقائق هادي صافي. هو بعد ما داز واحد 6 ديال الدقائق غنخليوه هنايا تيخمر. كتشوف عاملي فقاعات، راه علاه يخمر دابا، راه الخميرة يجي ساهل الخميرة ديالو. 11 دقائق هيدا كيضاعف الحجم ديالو ونوليو نكملو. عندي 300 غرام ديال الدقيق، يعني بمجموع الدقيق اللي استعملت هي 500 غرام، معاهم شويه ديال الليحه مغرفه صغيره، المهم ربع مغرفه الا كانت ديال القهوه، انا يعني الطحين باش ما ننساهاش ملي غادي نضيفها للخليط ما تنساهاش صافي. نوريكم هو فات 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 مره ها هو كيفاش خمر. ودابا غنضيف هذيك البقيه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق غير نزيد، ما كنحتاجوش ندلكوها ولا شي حاجه، غير كنحطو المغرفه ديالو لانه العجين خامر. متغفلوش يعني تخليه في الخلاط الكهربائي دغيا ما مشيو عندو. الخليط خصو شويه يجي جاري، أنا باقي نزيد شويه ديال الدقيق. باقي بركة تبارك الله، منزيدش خصو يجي جاري صافي. غير هيدا غنجمعو العجينة كاملة ندخلوها صافي. الخليط خصو يجي جاري هيدا هاد الكتافة هادي صافي، ونخليو يخمر حتى الخميرة التانية ما كتطلبش الوقت بزاف، ماشي 4 ساعات داك وصافي. كيفاش كتجي العجينة؟ العجينة خصها تجي شوية جارية ماشي قاسحة صافي. غادي نغطيوه شي بلاستيك غذائي، نغطي انا غير بهذا صافي. راه خمر تبارك الله، هاد غير ملي كيخمر تشوف كيفاش خامر. نجيب واحد سباتولا فيها الزيت دهنتها غير باش نحيدها،
صافي العمل بالزيت ودابا غادي نهبط البريوش ديالنا العجينة البريوش ديما دهنو يدنا في الزيت باش ما تعذبناش لان سميتها العجينة جارية كناخد غير الكمية اللي بغيت هنا ها هي صافي الزيت كيعاوننا باش نشكلو كويرات ديالنا ها هي ها هي بهذا الحجم هذا ونحطوهم في اللاطة نستمروا بعد هذه العملية تنساليوهم كاملين كما كتشوفوا خا العجينة جارية ولكن ملي كندهنو يدنا بالزيت صافي كتبقى سهلة كتحكم فيها صافي غنستمر تنساليهم كاملين غير شوية منبسطهمش بزاف وشوية هاد الحجم هذا صافي إلا بغيتوهم يجيو مقبلين كتخليوهم ما كتضغطوش عليهم صافي بعد ما خمروا غادي نجيبو واحد الصفا البيض باش ندهنوهم غنعملو شويه ديال البندق كيبقى اختيار زين نزيد شويه ديال الزنجبيل وشويه الزنجبيل ماشي باقا صفورين هاهم كيفاش كيجيو رطبين وطايبين ومحمرين شوف كيفاش كيجيو شوف بحال البونجو نفتح لكم حدا باش تشوفوه هكذا باش كيجي رطب هكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى الوصفة تنال إعجاب ديالكم ما تنسوناش بتاعكم وتشتركوا معنا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أترككم في حفظ الله ورعايته وإلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة في أمان الله. انا بغيت نوري لكم الكارثه شنو وقع الا غفلتوا عليه ها شنو غادي يوقع فاض